حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني نحو 3 مليارات دولار أمريكي. يشير هذا الرقم إلى نمو بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا وأفادت وكالة مهرة الإيرانية للأنباء أن الصادرات تشمل أهم 10 سلع صادرة من إيران إلى العراق، هي الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والفولاذ وبلاط السيراميك وسبائك الحديد والصلب، إضافة إلى المستلزمات المنزلية والتنظيف. استقرت أسعار صرف الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل، ومع افتتاح بورصة الكفاح والحارثية سجل الدولار 1500 دولارين لكل أو دينارين لكل دولار، وهي نسبة الأسعار التي سجلت يوم أمس أيضا. وفي أربيل سجل الدينار أمام الدولار استقرارا أيضا، في محل الصرف فقد بلغ سعر المبيع 1497 دينارا مقابل الدولار الواحد، بينما بلغ سعر الشراء 1486 دينارا لكل دينار. أكدت وزارة النفط في العراق التزام بغداد بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في أوبك، مشيرة إلى أن العراق سيعوض أي فائض في الإنتاج بداية العام المقبل. وقالت الوزارة إن تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون جاء بمقدار 148 ألف برميل يوميا لشهر حزيران الماضي. صعدت أسعار العملة المشفرة الأبرز بيتكوين بنسبة 4% في التعاملات المبكرة اليوم. جاء ذلك بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا. تعمل أسواق العملات المشفرة يومياً على عكس أسواق المال العالمية التي تكتفي بخمسة أيام فقط. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.